زي ما قالت جمانة، هنعرف أخبار الطقس بقى بالتفصيل من دينا شرف، لأن الناس خلاص بتستعد اللي هي تنزل يا دينا، فيتقلوا ولا يخففوا ولا في شمس طالعة؟ لا، الجو النهاردة برد شوية، فخلينا يعني ناخد حذرنا. لكن خلوني دلوقتي أقول لكم أخبار الطقس بالتفصيل. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. في كمان نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. اخبار الطقس ايه، خصوصا ان احنا خلاص احنا بنستعد لفصل الربيع، الجو برد جدا بقالنا كذا يوم. بالفعل يمكن اليوم هيكون اخر يوم في فصل الشتاء، واحنا بنشهد طبعا انخفاض في درجات الحراره منذ امس واول امس، ومستمر معانا اليوم انخفاض درجات الحراره، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، منخفضه بشكل كبير في درجات حرارتها. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على تكسر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس وتحسسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ان اليوم في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه على مدار اليوم. نشاط الرياح بشكل كبير بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس اكثر، عشان كده فترة النهار هنحس بيه الأجواء الشتوية من مائلة للبرودة المعتدلة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق كمان من محافظات شمال الصعيد. أجواء نقدر نقول دافية على بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. خلال فترات الليل هتظل طبعا درجات الحراره منخفضه، خاصه فتره الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر، صغرى فتره الليل 14 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فاجواء بارده. يمكن كمان في بعض المناطق من المدن الجديده شمال الصعيد بتكون الاجواء شديده البروده خلال فترات الليل. طيب في فرص سقوط امطار، يمكن عايزين نعرف ايه المناطق اللي هتكون فيها، وهل فعلا هتكون يعني شده قويه للامطار ولا هتكون متوسطه الى ضعيفه؟ بالفعل اليوم في مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه والمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا فرص سقوط الامطار، ويمكن هي مستمره معانا منذ امس واول امس. اليوم كمان الامطار هتبقى موجوده معانا، امطار ما بين المتوسطه للخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري، البحيره، كفر الشيخ، التقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كمان الامطار هتمتد لبعض المناطق من وسط سيناء وشمال سيناء امطار خفيفه المتوسطه، تمتد الامطار ايضا خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل الامطار كمان لمناطق من القاهره الكبرى. لكن مجمل الامطار في المناطق الداخليه خفيف، مش مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وان شاء الله كمان فرص الامطار في اغلب المحافظات مش هياثر على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله الاجواء الشتويه دي احنا بنتكلم عليها اليوم، لكن متوقع من غدا الثلاثاء ان شاء الله تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تختلف، وتكون كتل هوائيه صحراويه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فيبدا معاها الارتفاع في درجات الحراره بقيم تتراوح من 3 الى 5 درجات، وهيكمل معانا لنهايه الاسبوع باذن الله. ناس كتير بتقول هل هيستمر الاجواء المعتدله دي واللطيفه حتى بدايه شهر رمضان، لان ناس كتير منتظره ده، يعني بتستنى ده بشكل كبير. يمكن احنا بنقول اليوم انخفاض في درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، مع غدا الارتفاعات هتبقى في درجات الحراره تستمر معانا غالبا لحد يوم الخميس والجمعه القادمين، وطبعا اللي هيتوافق مع شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم بخير. هتكون العظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه خلال فترة النهار، هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة لكن مش كبير، فالأجواء هتكون بالظبط هيكون النهار معتدل بشكل كبير. بالظبط هنحس بالدفء فترة النهار، وهيكون طبعا في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لكن فترات الليل نأكد إن احنا هنحس بالبرودة، واحنا فترات الليل بننزل نصلي تراويح أو الناس بتحب تخرج فترة الليل بعد الفطار، فمهم جدا ناخد بالنا إن لسه الأجواء باردة خلال فترات الليل، لازم الملابس الشتوية حتى لو خففنا فترة النهار، ومش عاوزين كمان ننخدع بالتخفيف أو نخفف بشكل كبير فترة النهار، لأن فترات الليل لسه درجات الحرارة تظل فيها منخفضة.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منان غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 20 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 21-13، اسكندرية 19-12، العالمين الجديدة 18-11، مطروح 18-10، دمياط 19-13، بورسعيد 20-13، إسماعيلية 21-12، السويس 21-12، العريش 20-12، كاترين 15-5، طابة 20-14، حلايب 23-18، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 23-16، الغردقة 23-15، الفيوم 21-12، بني سويف 21-12، الوادي الجديد 24-9، أسيوط 22-10، سوهاج 23-12، قنا 24-12، الأقصر 24-12، أخيرا أسوان 25-14. درجات الحرارة معتدلة اليومين دول، ولكن نخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل، ونخلي بالنا كمان بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بسبب سرعة الرياح، ونخلي بالنا من الأمطار خلال النهاردة وبكرة. هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. نشكرك دينا، شكرا جزيلا.